مفيدة في رؤية جديدة، وانا هديك معلومة اكيدة، وانت معانا هتشوف صورة ومواهب شابة ومغمورة. انا راح اجيبها علشان تظهر كده في الصورة، يمكن تبقى في يوم مشهورة، اعمل لينا حاجة فريدة. يلا تابعنا في رؤية جديدة، يلا تابعنا في رؤية جديدة. فكرة جميلة ومعقولة، وقناتنا هي الأولى. فكرة جميلة ومعقولة، وقناتنا هي الأولى. تبقى منارة لكل الفن، وبحييك انت يا دكتورة، وبحييك انت يا دكتورة. ساعة سعيدة في رؤية جديدة، وانا هديك معلومة أكيدة. يوم جديد وصباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم رؤية جديدة. دايما نقول الشباب الشباب، دايما سيادة الرئيس يقول لنا يلا شباب. ليه يقصد؟ لأن الشباب هو العمود الفقري لأي دولة، والحمد لله رب العالمين شبابنا متميز. سميت حلقة النهاردة شباب زي الورد. هوريكم النهاردة وهيكون معايا ضيوف شباب زي الورد بجد، قوموا وتحدوا ونجحوا وتفوقوا، وهيطلعوا لنا بصوره مشرفه، يعرفون على نفسهم والتحدي اللي عملوه ووصلوا لنجاح باهر. عايزه اقول لك ان في خمس حاجات لازم تعملهم كشاب: انك تمشي ورا حلمك مش ورا الناس، عينك على هدفك، ان الحياه بتجري بسرعه، عيش حياتك لكن عيشها صح، خد بالك من اصحابك اللي معايا النهارده، يمكن تكون واحد مشهور او تعمل لنا حاجه فريده، ونشوفهم النهارده ونتعرف على اصحابنا. معايا ومعاكم استاذه ايمان صبحي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. حضرتك المدير التنفيذي للسبا. تمام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. معانا النهارده كمان استاذ ابراهيم محمد. اهلا وسهلا استاذ ابراهيم. اهلا وسهلا بحضرتك. صاحب مشروع سبا. تمام كده؟ الحمد لله. تمام كده. معايا كمان استاذ طارق عربي. الجوده والخدمات والشكر والسياسه والرجل السياسي المحنك، وده دور جميل جدا للشباب. اهلا وسهلا استاذ. اهلا بيك يا فندم، برحب بحضرتك برحب بالساده الضيوف. اهلا وسهلا بيك. وختامها مسك وبدايتها خير ان شاء الله. معانا استاذ هاني صبحي، المدير وصاحب تنفيذي وصاحب لمشروع ايه السبا. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكم جميعا، منورين رؤيه جديده. من خلال البرنامج ومن خلال اصحابنا كان عندنا هدف. كان ايه هدفك يا امان اول ما اتخرجتي من الكليه؟ ما هدفي ان انا اكسر القاعده زي ما بيقولوا، ما اشتغلش في المجال اللي انا كنت شغاله فيه قبل كده، او ان انا كنت بدرس حاجه عايزه اخرج بره الحاجه دي. تمام. انا درست محاسبه، فشغلي دلوقتي في السياحه، بعيد تماما عن المحاسبه تماما، فاكسر القاعده واشوف الدنيا بقى بتاعه السياحه، اشوف مشروع جديد، اشتغل في حاجه جديده، اتعلم حاجه جديده. فطبيعي لقيت نفسي داخله في قصه السياحه دي. جميل جدا. بس دي حاجه كويسه طبعا، مش حاجه وحشه طبعا. اكيد اكيد اكيد. استاذ ابراهيم، عرفت بره الهوا ان حضرتك صاحب الفكره، جات لك منين الفكره دي؟ بحكم ان ابني بيلعب كوره، فكان بيجي بعض الاوقات كده عنده ارهاق في العضلات وارهاق في عضلات الرجل، فجات لي الفكره ان انا اعمل حاجه زي دي. الموضوع ده مش للاطفال بس، ممكن للكبار يستفيدوا بيه برضه، فمن هنا جات لي الفكره. تمام. استاذ طارق عرابي، جات لك منين فكرة انك تكون رجل سياسي؟ والله الفكرة بدأت في اواخر التسعينات. والدي كان في عضو مجلس محلي، وعمي كان رئيس المجلس المحلي في حي عين شمس، فطبعا اتولدت الافكار وكنت بحضر معاهم اجتماعات، فالحمد لله انا اتعلمت كتير منهم. يعني بحكم الاسرة والمجتمع الاسري المثقف الواعي، فاصبحت اكثر وعيا من اي شاب بيته خالي من السياسه. والدي وعمي العيله كلها تقريبا اسره محنكه في السياسه. الحمد لله رب. ده السر بقى. بالظبط كده، ده السر. نورنا. استاذ هاني، ازاي قبلت ووافقت فكره صاحبك بسرعه كده؟ انا ممكن اتردد شويه، افكر، اقول له استنى، لكن انا شفتك وراه على طول. عشان هو صاحبك وصديقك ولا كان في سبب؟ لا طبعا، مش بس عشان هو صاحبي وصديق عمري يعني، لا بس عشان خاطر يمكن المشكله دي قابلت اهم اتنين في حياتي، هي والدتي وزوجتي. يعني دايما كانوا بيعانوا، والدتي مثلا بحكم سنها، وزوجتي برضو قعدت كتير تتعالج علاج طبيعي، فشفت الموضوع ده فعلا مهم دلوقتي، مش بس ان هم مش بس الكبار والدتي او بس مراتي، لا بالعكس ناس كتيره جدا. فبصراحه يعني اتشجعت جدا للفكره ونفذتها على طول مع الحمد لله. لحد دلوقتي جمهوري مش عارف ايه الفكره، بيقول لي ابني طفل، وحضرتك بتقول لي زوجتي ووالدتي، يعني حد تمام. كبير وحد صغير، فايه الفكره بقى يا استاذه ايمان من المشروع بتاعكم؟ الفكره، فكره السبا هي جايه من قصه التدليك. 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 لو هنرجع بقى للغه العربيه، اللمس. تمام. فمع الوقت اتطور المصطلح، بدل اللمس بقى تدليك، بقى سبا.
او مساج. تمام كده. القصه بتبتدي ان احنا اي حد بيبقى مرهق، علاج بقى طبيعي، في مشكله في ظهري، في مشكله في رجلي، في بعد مشكله مجهود يوم طويل من الشغل طبيعي والحركه، انا محتاج جلسه زي كده، او محتاجه استرخاء لنفسي، او في عندي حاجه بتوجعني زي اي ست او اي راجل، فطبيعي لازم استخدم حاجه اسمها المساج. تمام. بس فدي الفكره. تاني حاجه في فكره المساج او السبا، قصة بقى الحمامات المغربي والصنفارة وتجديد الخلايا البشرة، كل الحاجات دي احنا بنتكلم فيها عندنا في الاسبوع. تمام، جميل جدا. طب قولي لي بقى، امتى بقى الست المصرية اللي زي كده وزيك وزي امهاتنا واخواتنا تروح الاسبا؟ الست المصرية؟ الست المصرية لو علينا احنا كل يوم. ما هو مستحيل الست المصرية تروح كل يوم. بس كل يوم دي احنا طبيعي، انت لما بتروحي بعد شغل فطبيعي بتحتاجي معلش بنتك مثلا، ابنك، زوج، دراعي بيوجعني ممكن بس تدلك لي فيه شوية، ظهري، رقبتي. فطبيعي لو هنتكلم على الست المصريه ممكن مره كل اسبوع. انت بترجعيني لفكره الجده والام الحنينه. اللي كانت وهي ماسكه طفلها الصغير بتقعد تدلك له جسمه. ووالدي بقى او والدك او والد الاستاذ زمان، ظهري بيوجعني تعالى اقف على ظهري شويه، ده المساج بقى. تمام. البلدي بتاعنا يعني. لا هو الحنيه بتاعتنا. انا بسميه المساج اللي كله حنو من الام والاب والخال والعم للطفل اللي موجود في البيت او للكبير. تمام. انه يحنو عليه. طيب استاذ ابراهيم، قول لي كده، اول ما جت الفكره وايمان وافقت وصديقك وافق استاذ هاني، ايه المعوقات اللي قابلتكم؟ اول حاجه احنا اختيار المكان المناسب اللي ينفع للمشروع بتاعنا. تعبنا شويه قبل ما وصلنا المكان كويس. تمام. اجراءات الورقيه بقى، في مستخلصات، الاشياء القانونيه عشان بالزبط. تبقى ماشي صح. بالظبط. تمام. هتشجع اي شاب انه يعمل مشروع زي ده؟ يعني هيتعب قوي ولا ممكن؟ لا هو كل حاجه لازم هتتعبي فيها في الاول، يعني اي مشروع هتخشي فيه لازم تتعبي فيه في الاول، وبعد كده هتبقي كويسه فيه. فالمشروع ده او غيره المهم تحط رجلك في حاجه تبقى تخصك انت. تمام. بس استاذ هاني هرجع لك تاني واقول لك ان كنت بتقول لي ان جموحنا للفكره اقوى او الريسك بيبقى اقوى، واحنا عندنا كمصريين عندنا نوع من الخوف، بخاف على الماده بتاعتي، او انا هعمل مشروع فمحتاج فلوس كتير. تشجع الشباب بايه النهارده؟ اعمل الريسك طالما عندك هدف، ولا يفضل يتفرج من بعيد؟ لا طبعا لازم ياخد ريسك يعني في حياته. يعني مثلا في، انا اعرف ناس شخصيه ممكن تعدي مثلا سنها 40 45 سنه يخاف حتى يجازف باي حاجه باي مبلغ ايا كان ايه هو، حتى لو الريسك ده ضعيف جدا، يعني مبلغ ممكن لا يذكر يعني. بس برضو انا بقول يعني الريسك دوت يعني مهم جدا في حياتنا، واللي مش هيقدر يعمل حاجه لنفسه دلوقتي او يخرج بره حتى حيز الوظيفه والمرتب الثابت والحاجات دي كلها، ما اظنش انه ممكن يعني يعيش في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. لا لازم بصراحه يعني ياخد ريسك ويجرب ويفشل ويقوم تاني. مش شرط ان انا افشل ان انا اقعد في البيت، لا بالعكس، يعني ممكن الفشل دوت ده دليل نجاح قدام، ومعظم الناس يعني عملت كده. تمام. استاذ طارق، اتنقلت من فكره المشروع والهدف المربح نفسي ومعنوي ومادي لمشروع تطوعي خدمي، فمشروعك خدمي اللي هو مشروع الفكر السياسي الجديد بطريقه الشباب. طيب قول لي ايه هدفك، او ايه الحلم اللي بتحلمه في اي مرشح سياسي؟ يبقى عامل ازاي؟ انا اختاره ازاي؟ اشوف فيه ايه مواصفات تخليني اختار الراجل ده واقول انه كويس، او الست دي واقول ان هي تقدر تخدمني؟ اول حاجه ببدا الكلام ان هو يعني المرشح اول حاجه لازم يكون مثقف. تمام. عنده رؤيه، عنده خطه، ايه اللي انت هتعمله عشان ترشح مثقف نفسك. مثقف عنده رؤيه طبعا، وبيقدم خدمه طبعا. طيب وايه خطته في اللي انت نازل المجلس اللي احنا بنسميه البرنامج الانتخابي بتاعك؟ بالظبط كده. انت نازل ليه؟ انت نازل عشان الكرسي بس، ولا نازل عايز تخدم الناس بالظبط، ولا انت يعني انت جاي تقعد على الكرسي؟ لا احنا مش عايزينك. طبعا خليك صريح مع نفسك، هدفك احنا عايزين حد يخدم الناس. الناس بجد، الناس عندنا في حي عين شمس الناس تعبانه. تمام. في مشاكل كتير جدا. عايزين حد يتقي ربنا في الناس دي، مش عايزين واحد يجي يقعد على الكرسي يعني حتى نتصل بيه ما يردش على الناس وخلاص كده، شكرا انا خدت اللي انا عايزه. لا او يرد على التليفون وما يعملش حاجه. بالظبط. احنا عايزين خدمات للناس، الناس الغلابه، الناس اللي تعبانه. طيب ايه رايك في اللي بيقول الخدمات معناها ان انا شخص مادي وان انا بعمل رشوه وانا مش هعمل ده غير بعد ما انجح؟ هل ده يجوز ان انا اخدم بعد النجاح، ولا اخدم قبل وبعد؟ ايه رايك في هو الطبيعي اللي هو قبل وبعد؟ اللي بيخدم من غير كرسي. تمام. طب لما تاخد الكرسي خلاص هتخدم اكتر. المفروض طبعا، انما للاسف يعني حتى ما بنشوفش ده على ارض الواقع. طيب ايه السلبيات اللي على ارض الواقع اللي موجوده من خلال رؤيتك لمنطقتك؟ السلبيات اللي في يعني الفتره اللي فاتت من الدوره اللي فاتت. طبعا الدوره اللي فاتت انا مش شايف ان في حاجه اتعملت عندنا في حي عين شمس. اللي اتقدم من الرئيس، اللي اتقدم يعني الطرق اللي اتقدم الطرق السيد الرئيس هو اللي عملها، لكن ما شفناش سفلته، ما شفناش مشاريع صرف صحي، ما شفناش
ما شفناش حاجة تطوير في التعليم، ما شفناش تطوير في الصحة، ما شفناش الكلام ده كله للأسف. تمام. كل اللي بيجي عايز يقعد على الكرسي وخلاص. احنا مش عايزين كده، عايزين واحد يتقي ربنا فينا بس. طيب تبلغ كل مرشح في اي منطقة مش منطقتك بس، تدي له رسالة تقول له ايه النهاردة؟ يعني اقول له انت يعني اخدم اهل بلدك، او اخدم بلدك اللي انت عايز تبقى بلدك جزء منها. بالظبط كده، هو ده النجاح من وجهة نظر لأي مرشح هينزل. طب والبروباجندا والشهرة والإعلانات ملهاش دور؟ لازم يبقى خدمة؟ لا، يعني لازم يخدمني عشان أحس إن هو مرشح؟ من وجهة نظري خدمة الناس أهم من البروباجندا وأهم من الكلام وأهم من التصوير وأهم من أي حاجة. أنت تخدمني، دي أهم حاجة بالنسبة لي أنا. أدي الشباب الواعي. أنا مش هستفاد حاجة بإن أنت تعمل لي بروباجندا أو أنت تعمل لي شو إعلامي أو الكلام ده، لأ. أنا ممكن بتعمل لي أو تعلق لي كشافين ثلاثة وتصور لي جنبهم، لأ. بالظبط. ممكن باللوحات دي كلها تسعى للأيتام. عايزين نطور التعليم، عايزين نطور الصحة، دول أهم حاجتين يعني. يا رب حد يسمعنا، التعليم والصحة دول أهم حاجة. تمام. مع تطوير الطرق، إن الطرق عندنا في حي عين شمس طبعا الداخلية، لكن الخارجية الدولة مش مقصرة. لا الداخلية بصراحة. طبعا السيد الرئيس مكلف يعني، ما شاء الله شغال الله اكبر، مش محتاج يعني، مش محتاج طبعا طبعا طبعا. هرجع لك تاني يا امين واقول لك، يا ترى انا لازم اكون مريضه عشان اخش اعمل علاج الطبيعي او الجلسات عندك في السبا، ولا ممكن اروح كترفيه، ولا ايه الدنيا؟ لا مش شرط يكون في مرض، ممكن ترفيه. يعني بحكم جسم الانسان انا محتاجه ارفع عن نفسي، اعمل جلسه ريلاكسيشن، اهدي اعصابي. مش شرط خالص يكون عندي مرض في ظهري او في رجلي او في رقبتي، لا عادي، ده او ده ممكن يجي. طيب لو انا ماديا يا استاذ ابراهيم مش هقدر ادفع ثمن الاسبوع، برغم ان انا عرفت ان انتوا الماديات قليله وزهيده لخدمه كل الشباب، ولكن لو انا فعلا ماديا او وقتي مش سامح لي او ما عنديش حد يوصلني كست كبيره، ممكن اعمل اي حاجه في البيت، ولا ده هيبقى صعب عليا؟ لا بيبقى موضوع سهل، مش محتاج يعني، الموضوع سهل وبسيط يعني، اي حد ممكن يعمله عن طريق حد كبير في البيت، بس بيبقى فاهم بس حركه الايد بتشتغل ازاي على جسم البني ادم. يعني يجي مره واتنين يعرف، ممكن يعرف ايه الدنيا، وممكن تقول يعني لو انا عندي امي او والدي وست كبيره وعايز اعمل لها التدليك ده، اجي عندك مره واتنين وانت تفهمني اعمل ايه بعد كده كمساعده؟ لا مفيش مشكله، لما حد كبير واحنا نقدر نقف معاه في حاجه زي ديت، مش هنتاخر طبعا على اي حد. انت كلك ذوق استاذ ابراهيم. شبابنا الواعي. استاذ هاني، يا ترى المكان بتاع حضرتك مكان للرجال والسيدات فقط، ولا سيدات فقط، ولا رجال فقط، ولا ميكس؟ لا هو ميكس، فيه اقسام سيدات واقسام رجال، في ده وفي ده. ده في ده. طبعا مخرجنا الجميل عمال يعرض لكم الفيديوهات على الشاشه للمكان، وكم من رقي وثقافه واحترام للنساء. هل ينفع ان انا ادخل الميكس زي الجيم يبقى فيه وقت رجال وسيدات، ولا كل واحد ليه مكانه مخصص ليه وليه المدرب بتاعه؟ لا اكيد طبعا كل حاجه ليها اختصاص، يعني عندي سيدات مثلا محجبات، تمام، جاي ليها قسم خاص ووقت معين، ما ينفعش اي جست راجل يخش، ليها وقت معين، والقسم الرجال شغال في وقت معين، فحته الخصوصيه بس الاكتر ولا اقل. جميل جدا. استاذ طارق، ايه رايك في الشخصيات المرشحه على ارض الواقع بدون تحيز وبدون تجريح وبدون الاساءه وبدون اسامي؟ قول لي رايك في الشخصيات الموجوده على ارض الواقع في المنطقه بتاعتك. كلهم كوادر محترمه، تمام، بس احنا عايزين اللي يصلح، عايزين اللي يخدم. ما احنا انا باكد على الكلمه دي، انا باكد على الكلمه دي مرارا وتكرارا، لان احنا ما بنشوفش خدمات. انا بتكلم بصراحه، يعني ولا خدمات. القديم قدم لك خدمه، ولا الجديد انت شفت لا منه؟ لا انا ما شفتش خدمات على ارض الواقع خالص. يعني احنا اتمنى من اللي جاي يعني يكون لي رؤيه، يكون لي خطه. لما كان الميه موجوده يا طارق بتاعه السيول، كتير من المرشحين على ارض جمهوريه مصر العربيه نزلوا مع الناس، هل في منطقتك في حد نزل مع الناس بالفعل، ولا كانت مجرد لقطه صوره؟ لا هم نزلوا يتصوروا بس. انت هتروح كويس يا طارق؟ هروح كويس، انا بتكلم بصراحه والله، انا بتكلم بصراحه، نزلوا الصوره بس، لقطه الصوره. لكن ما حدش خدم. لا ما شفناش خدمات خالص في عين شمس في الفتره اللي فاتت دي، وللاسف يعني عندنا 3 مرشحين مجلس الشعب، الدوره اللي فاتت كانت 3. ماشي. استاذ ابراهيم، قلت لي في هديه للبرنامج للمشاهدين لرؤيه جديده، حضرتك هتقدم لهم ايه النهارده؟ احنا بنهدي لاسره البرنامج او المشاهدين خصم على العروض بتاعتنا 25% اللي يتصل بينا من بعد البرنامج لحد الساعه 12 بالليل. الله الله، ده فرصه يا جماعه، 25% من سبا سيليا سبا، 25% من بعد البرنامج، اي حد يتصل لحد النهارده الساعه 12 بالليل، ويا ريت كلنا نروح ونستفاد من العرض الجميل ده، ونستفاد كمان من جلسه المساج والتدليك. طيب ايه المعوقات اللي قابلتك غير قصه الاوراق واستخراج الاوراق والفكره المجنونه؟ والله يعني موقعات برضو يعني، هي بس يعني اكبرها يعني الاوراق واللي هي التصاريح
عامه. يعني ما قابلكش حد في الاسره يقول لك سبا؟ يعني انت اصلا مستر لا مدرس انجليش وسبا؟ ما حسيتش ده في زوجتك في امك في صديقك؟ لا انا طبيعتي من صغري من وانا مثلا في الجامعه بحب دايما اخرج عن المألوف، يعني انا مدرس انجليش اصلا، بس يعني ممكن اشتغلت فتره كبيره في بدايه شغلي في السياحه، وبعد كده اشتغلت فتره في مقاولات والحمد لله فتحت مكتب مقاولات خاص لي انا، ويعني ما بحبش دايما امشي على نمط واحد ان انا اكون موظف بس. ودلوقتي الحمد لله رب العالمين جات لي فكره السبا وحبيت ان انا الحمد لله استثمر فيها، وحاجه كويسه جدا. حاسس انك نجح فيها؟ ان شاء الله هنجح ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. دايما كنت بقول فكر خارج الصندوق، دور على شيء ينفعك فيما بعد. انا مدرس بس ممكن في لقطه الاقي جو التدريس في اجازه، يبقى هدور على فكره تانية. لا تضع البيض كله في سله ايه واحده. وبرده عرفت ان حضرتك ليك مشاريع تانية او ليك مهن تانية غير فكره السبا، عرفني بقى. تمام. انا اشتغلت، انا يعني من صغري وانا بحب اغير في الشغل بحيث ان ما بحبش امشي في كارير واحد. تمام. فاشتغلت شويه في مجال الكوره، بعد كده اشتغلت في كذا شركه بقى خاصه، بس الفتره الاخيره دي حبيت ابقى حاجه لوحدي بقى. يعني انتوا معايا في فكره ان صاحب بالين فنان وصاحب ثلاثه مبدع ولا ايه النظام؟ معايا يا استاذ طارق؟ معاك طبعا. معانا؟ مين موافق؟ انا موافق جدا طبعا. موافق جدا طبعا. طب لما الناس نقدتك ما كنتش زعلان؟ لا طبعا عادي، ياما بينقدوا ناس كتير بس الحمد لله، يعني الحمد لله الحمد لله، يعني دايما بنجح، واي حد بينتقدني هو اللي في الاخر اللي بيشوف مكانه فين وانا فين بس. ايمان، الصور والفيديوهات اللي كانت على الشاشه ورد وبخور واضاءه وحاجات كده فعلا ريلاكس وحاجات جميله جدا. قولي لي ايه المواد او الخامات اللي انت بتستخدميها من خلال الشاشه؟ لو انت شايفه الصور بتاعتك قولي لنا بقى ايه المواد اللي عندك وبتستخدميها. كلها مواد طبيعيه، يعني كلها مواد تنفع لكل الاجسام او كل الاجسام وكل البشره، يعني عشان ممكن يكون جسم حد غير التاني في حساسيه حساس. لا انا عندي كل المواد طبيعيه تنفع اي بشره سواء لسيدات او رجال او اطفال. طبعا مش هننسى يا جماعه نقول ان كل التليفونات بتاعتنا موجوده على الشاشه وتليفونات السبا موجوده على الشاشه عشان اللي هيتصل وينتهز فرصه العرض الجميل. طب قولي لي لو جات لك شخصيه وفي عندها حساسيه من ماده معينه، انت بتعرفي ازاي لو هي ما قالتلكيش او اول مره فما تعرفش؟ لا هي مش قصه اول مره، انا عندي اي مواد عندي طبيعيه، يعني سي مثلا عندي مواد بتخش فيها شوكولاته فطبيعي ما فيش حد عنده حساسيه لما احط لك على ايديكي او على رجليكي شوكولاته فما فيش حساسيه. تاني حاجه في عندي الطمي، الطمي المغربي ده معروف جدا مش بيضر اي بشره نهائي، بالعكس ده بيفيد البشره. يعني المكان امان جدا، الادوات امنه جدا. طبعا طبعا. في كاميرات بقى في المكان والكلام اللي احنا بنسمعه ده ولا ما فيش كاميرات؟ اكيد في كاميرات جوه المكان. لا جوه المكان صعب يكون في كاميرا جوه الغرفه، الكاميرا في الريسبشن في المدير لكن جوه المكان نفسه لا طبعا. لا دي خصوصيه عشان الخصوصيات طبعا. ايوه فعلا ده مش موجود. لا خالص. تمام. احكي لي موقف كان طريف واحكوا لي موقف كان صعب معاكم في السبا، بما اننا شرقيين فاكيد في موقف كتير بتقابلكم زي ما انت ضحكت دلوقتي. احكوا لنا موقف كده كان حلو وموقف كان صعب. والله موقف كان كوميدي شويه حصل معانا شخصيا. كان في البارت بتاع السيدات او الجزء الخاص بالسيدات، ساعات العمل بتاع السيدات، فيعتبر كان خلاص فاضل نص ساعه بالظبط يعني والعمل ده ينتهي، بعد كده الفتره بتاعت الرجال تبدا يعني. ففي عميل جالي بدري شويه وانا قابلته شخصيا يعني كده، فلما سال على السبا والحاجات دي فعرف ان في سيدات في المكان بس هم يعني مش هيشوفوه اساسا ولا هشوفهم، فلما عرف بس الموضوع ده من غير حتى ما يستفسر او اي حاجه سابني ومشي. طب يا عم استنى ده في قسم للرجال، ما حتى ما سلمش حتى عليا. هو شرقي فمش هيسمح لنفسه. ماشي ما اكيد مش هدخله مع السيدات. هو وريته مشي. امال ايه؟ هو طار ده هو اللي حاطط السلام عليكم حتى جيت مع الاسانسير يا استاذ، يعني ده دي حاجه غيرك انت خالص، انت قلت دخلت والريسبشن ده كله منعزل تماما ده عن ده وعمرك ما هتشوف المدربات. هو ما اعرفش هو استغرب بقى من ايه او حاجه، قلت له طب استنى انتظر اصلا مش هتخش دلوقتي لسه. التعقيم طبعا عندنا بيحصل بالشكل دوري والحاجات دي كلها، بس هو حتى استغربته جدا. طب انت جريت ليه؟ خايف ما سمعكش بقى ما عرفش ولا حتى قال السلام عليكم ولا جالك هو يعني خد الكلمه كده واداني ظهره ومشي، ما حدش يعني كمل حتى كلامه وهو ضهره ليا. هو اسانسير خلاص هو خد قرار فخلاص هطلع اجري وراه. لا طب ايه الموقف الصعب اللي قابلكم؟ هو تقريبا ما فيش مواقف صعبه الحمد لله. هو بس الفكره ان بنت او بنات تشتغل في قسم المساج دي، هي بالنسبه ان احنا مجتمع شرقي شويه بتبقى مقلقه، او كلمه مساج في المجتمع حاليا احنا كمجتمع مصري شرقي رافض الفكره، بس لو دخلنا جوه الفكره لا هنلاقي ان الموضوع كويس وطبيعي. واحنا اعتدنا كمان ان حتى الفكره دي موجوده في الفنادق وفي كل الفنادق حاليا دلوقتي مش اي فندق،
يعني بنقول للسياح مش لينا كمصريين مش معتادين عليه. احنا ايه المشكله كمصريين؟ فانتوا مخترقين للشرقيه طيب ما ايه المشكله ان انا اكون مصري بخش اعمل مساج او علاج طبيعي او بعمل صنفره او بعمل حمام مغربي؟ يعني احنا مش اقل من اللي بره بكتير يعني. اكيد احنا بالعكس طبعاً. احنا لازم نكون اساس. انا عايزه اقول لك ان انت اقوى مما تتخيل واقوى من التحديات واقوى من الصعوبات. صدق الهك وصدق في امكانياتك وكمل مشوارك. انت موجود هنا مش صدفه ولا بالحظ ولا اي حاجه، لا انتوا موجودين هنا عشان انت مش مكرر ولا هو مكرر ولا انت هتبقى مكرر، انتوا هتبقوا شخصيه بارزه في المجتمع لانكم بتختاروا حاجات صعبه وبتنجحوا فيها بقوه. شباب زي الورد، شباب زي الورد، قولي لي نصيحه لكل البنات يعملوا ايه؟ الاهتمام. اهتمام بنفسها ولا بالمجتمع ولا بايه؟ اولا اهتمام بنفسي بس ما يكونش على حساب المجتمع. تمام. احنا كمصريين في عادات وتقاليد ما ينفعش ان احنا نتعداها. حلو. ان انا اهتم بنفسي، اهتم بشخصيتي، بمظهري الداخلي قبل ما يكون مظهري الخارجي. اكيد. فالاهتمام هو اهم حاجه. اهتم بنفسي فبالتالي اهتم باللي حواليا، اللي حواليا يهتموا بيا. هتنصحني بايه؟ ان اي شاب في سننا او اصغر مننا يحلم ويفكر في مشروع ويامن ان هو هيوصل حتى لو فشل او وقع. يفكر تاني هتقابله ايه؟ عقوبات. معوقات. معوقات. هتقابله معوقات. وهيقوم تاني وهيوصل. هتقابله معوقات. اي حد لدم حاجه في دماغه وحط الموضوع في دماغه هيوصل. هيوصل. يحلم هتوصل. اه. واللي يحلم يبقى اكيد هيقدر، انت تقدر. اكيد. استاذ طارق هتنصحنا نصيحتين. انت مميز، انت مش مكرر. نصيحه شخصيه كشاب مصري شرقي ونصيحه من محاور سياسي. في مقتبل حياته السياسيه. ان شاء الله. ان شاء الله. هو نصيحه كشاب ان الشباب بس يعني نبتدي بالسياسيه الاول ولا النصيحه اللي انت براحتك خالص. انا هو اللي نبتدي بالسياسيه الاول اللي هو يعني يا ريت الناس تختار المرشح الصح. تمام. احنا خلاص داخلين على اعتاب الانتخابات المجلس النواب اللي جايه، يا ريت ما حدش يشتري صوتك. انا بوجه الكلام للشباب برضو اللي في سني. تمام. لان هو لو اشترى صوتك انت مش هتقدر تطلب منه خدمه، خلاص انت كده اوت بالنسبه له. تمام. عايزك تختار المرشح الصح اللي عنده رؤيه، اللي عنده خطه، اللي هيقدر يعمل لك حاجه. ما تخليش حد يشتري صوتك او يتحكم فيك بعد كده يقول لك انا اديتك مبلغ او اديتك كذا، لان ده بيحصل على ارض الواقع. اكيد. فيا ريت يعني اتمنى 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 اللي يجي واللي الناس تختاره يكون عنده رؤيه ويكون عنده فكر، وان شاء الله ربنا يولي من يصلح باذن الله. باذن الله. طب والنصيحه بقى كشخص؟ نصيحه كشخص ان هو يعني احنا داخلين على مراحل جديدة وحياة جديدة ومصر جديدة، فهنقول للناس ايه؟ هتقول للشباب اللي زيك ايه؟ يا ريت نحافظ على البلد ونحافظ على اللي اتعمل في البلد. يا ريت. استاذ هاني نصيحتك لينا ايه النهارده من خلال الاسبوع ومن خلال المستر اللي موجود النهارده معانا؟ والله مش بس مستر، انا بس المشكلة كلها ان انا بقابل يعني في كل مراحل حياتي الحمد لله بقابل ناس كثيرة جدا بتحب تحبط الناس، بتحب لا بلاش، لا ما جربش حتى الحاجة ديت، لا جرب واغلط، يعني مثلا افشل وقوم تاني وافشل وقوم تاني. بس اهم حاجة بس ما تسمعش كلام الناس ان انت لا ما تعملش دوت، خد الكلام ده كله وارميه في الزبالة، وايمانك بحلمك هو نص الوصول. يعني ما تنفعش ان انت تسمع اي حد ممكن يكون غيران منك. تمام. ممكن مش عايز حتى يبقى في مكانتك، بس هو عامة يعني ان شاء الله بس كل الشباب ان شاء الله كده تكون تحلم وتحقق احلامها ان شاء الله. انا بشكركم جميعا، الوقت جري معاكم بسرعه، فعلا حلقه مميزه وجميله من شباب زي الورد زي ما قلنا في البدايه، وبقول لكم في النهايه اللي بيطلع منك هو اللي هيرجع لك. هتزرع خير هتلاقي خير، هتزرع حب هتقابل امل وتحصد الامل، ويلا بينا نزرع الخير عشان نقابل الامل. وسعدت بكم وارجو ان اكون قد اسعدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا فاتن دايما حبك جوانا ساكن، احنا هنستناك يا فاتن، دايما حبك جوانا ساكن، جوه قلوبنا حبيبه وحيده، في رؤية جديده في رؤية جديده. جمهوري الغالي هتوحشني، ولا شيء عنكم يوم كده حشني، جمهوري الغالي هتوحشني ولا شيء عنكم كده يوم حشني، واحنا بنستنى.